ملحن هشام بولس، اهلا وسهلا فيك على لسان عربك. نحن اليوم معك بحفل اطلاق البوم الفنان جوزيف عطيه، شو بتعمل بالناس؟ شو مقدم اليوم لجوزيف بهيدا الالبوم؟ بهذا الالبوم قدمنا صراحه اغنيه نزلت سينجل يا كل الدنيا، رح تكون موجوده بهالالبوم، وحبيت شارك اول شيء جوزيف فرحته، أن جوزيف بعتبر انه شفنا الخير على وجه بعض، ابتداء بلبنان رح يرجع، ورجعنا عملنا كمان عنوان البوم موهوم، وهلا وعملنا كمان يا كل الدنيا، وان شاء الله يا رب يعني النجاحات اللي اعطيته اياهم قبل ضل فينا نكمل مع بعض ويوصل بعض لابعد وابعد. شو عم بتحضر اعمال فنيه هلا للفنانين؟ يعني اليوم صراحه نهار كثير كثير مبسوط فيه، مش شوي، اليوم لثالث جمعه على الطوالي اغنيه ناجي القصه كذابه انت طلعت نمبر 1 لثالث جمعه على الطوالي باللبنيز توب 20، واليوم على كمان واغنيه اغاني وائل كفوري اغنيه منهم هالقد بحبك طلعت نمبر 1 على صوت الغد وطلعت نمبر 1 كمان على ميلودي. يعني نحن بدنا نتمنى لك التوفيق بكل اعمالك اللي جايه، وشو بتحب تقول لجوزيف اليوم هيك بهالمناسبه؟ بدي اقول له خليك مجتهد مثل ما عرفتك، وخليك مزوق مثل ما عرفتك، ضلك تعرف تنقي الاغاني الحلوه، لانه هلا المعادله هي المطرب بيعرف يختار اغنيه حلوه، وجوزيف مزوق ومجتهد، ف يعني بتمنى له يضله مزوق ومجتهد ولقدام يا رب. ميرسي لك. كلك ذوق، ثانك يو.